من التنبيهات أن بعض الناس يقول اللهم صلي، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، لا سيما في الإنشاد المنشد يقول اللهم صلي، ف يعني ينطق كذا لام ما مكسورة وإنما يلحق بها ياء، فيكون هذا خطاب للمؤنث، هذا الخطاب يكون للمؤنث، وهذا لحن فاحش قد ينقض الوضوء ومعصية، فلينتبه لذلك. صيغة الصلاة عليه اللهم صل على، اللهم صل على محمد، لام مكسورة ما فيها ياء أبدا، لأن الياء هذا لحن فاحش. صلي، قل اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، فلينتبه لذلك.